ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من برنامج ام جيمر اللي بنحول منه شدات لبابجي موبايل وجواهر لفري فاير والالعاب اخرى مختلفة. فتحت طبعا البرنامج فجالي سيرفاي من اللي انتوا على طول بتسألوا عليهم، هو بيجي بالصدفة كده اول ما بفتح. انا كنت بدور على عروض عشان اعملها لكم، فلقيت سيرفاي ب 6825 لمدة 12 دقيقة. هندخل مع بعض السيرفاي، وطبعا لو تحصلت على 6800 نقطة انا هنزل لكم الفيديو ان شاء الله. يلا ندخل مع بعض العرض. اهو بيقول لي 6825، يعني هاخد من 33 مضمون، يعني من 33 نقطة ل 6825 نقطة. ماشي، بياخد من دقيقة ل 12 دقيقة، يعني في 12 دقيقة ان شاء الله ممكن بإذن الله يعني هاخد من 33 نقطة ل 6825 نقطة. يلا بينا كونتينيو. بيجيب لي سيرفاي. شكرا لك يا دكتور. نود ان نطرح بعض الاسئله لضمان توجيهك للاستبيان المناسب بدء المسح. ما هو وضعك الحالي؟ يعمل بدوام كامل، درجه اخرى غير اكاديميه اخر؟ لا اخر. هو شكله عايز حد مهني. ادوني كام نقطه؟ فشلت طبعا، بس هم اكيد ادوني نقط في سيرفاي تاني. يلا بينا يلا بينا اشوف النقط بعد ما اشوف. هو اقل حاجه هيديها لي 33 نقطه، هو تقريبا كان عايز حد مهني. طيب خدت 65 نقطه، يعني انا في ثواني يا شباب، في ثواني تحصلت على 65 نقطه من تي اتش سيرفاي. هو فتحت الابليكيشن جاب لي السيرفاي على طول، انا ما بعملش اي حاجه. ولو انتوا عايزين تعرفوا هي فين السيرفايات، هي طبعا موجودة في القايمة دي، بس بيقولك ان هي مش متاحة في كل الوقت. اوريها لكم. سيرفاي اوفرز تي اتش سيرفاي ده اللي انا كنت فيه، بيقولك ان هي مش متاحة في طول الوقت. وبولي في السيرفاي نفس الموضوع. فانا دلوقتي فتحت السيرفاي اللي جالي ما سبتهوش، لان انا فعلا خدت منه 6000 نقطة قبل كده اكتر من مرة، يعني مش اول مرة يعني. فهو تقريبا كان عايز حد مهني وانا مش مهني، فمش هعرف ارد على نفس الاستبيان اللي هو عايزه. ماشي يا شباب، ربنا يوفقكم ان شاء الله. ولو حد ظهر عنده الاستبيان ما يسيبوش، ويحاول ياخد النقط بتاعته. زي ما انتم شايفين 65 نقطة، ما عملتش اي حاجة. وكان وارد جدا لو انا في التعليم المهني كنت تحصلت على 6500 نقطة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.